هاي كلها مزارع كانت مع زيتون من الجنوب هناك ليام المزار. شوفين ذاك المزار؟ هاي كلها ولي ذاك المزار الآخر. إيش الشيء اللي صار بيها؟ والله من جاء داعش وانتركت حرقها. أول شيء بدأ بالأشجار، حرق الأشجار. وهسه حاليا إيش هون الوضع بحشي؟ لا الحمد لله هسه الوضع جيد جدا، ورجعت رجعوا الأهالي تقريبا 95% راجعين لهنا، وبعده الإعمار تشوفون الإعمار ما شاء الله. ايش قد كان اضرار المزرعه من جيتم دخلتم عليها؟ اضرار المزرعه 100%، لان الاشجار كلها يابسه مشعوله، المحتويات المعمل مسروقه. فجينا شفنا الحاله يرثى لها، وهذه المزرعه تمثل يعني اسم عائلتنا، وبنفس الوقت هي تخص بعشيقه، ونريد اسم بعشيقه دائما يكون اسم مميز. طبعا التعايش الموجود ببعشيقه الحمد لله والشكر، يعني العلاقه الاجتماعيه بعشيقة هي بين اليزيدية والمسيحيين والإسلام، علاقة يعني جدا كويسة ونظيفة وتحمل معاني كلش كويسة. داعش ما أثر على العلاقة اللي بيننا؟ نهائيا داعش بالعكس قوى العلاقة الموجودة بيناتنا، وإحنا حاليا في نفس المنطقة، يحتاج مسيحي يحتاج يزيدي يحتاج مسلم، نقوم بالواجب، ماكو فرق بيناتنا.